تعالوا نكمل كده، تعالوا نكمل. بدأنا في الفيم وبدأنا نتكلم على البيزكس بتاعته، بعد كده دخلنا بدأنا نتكلم في حاجات ادفانسد بقى. تعالى كده يا سيدي نعمل ايه؟ قبل اي حاجة بص، لو عايز تروح لأول الملف على طول، عايز تروح لأول الملف، لأول سطر في الملف، ها كنت ممكن تعمل ايه؟ كنت ممكن تقول له كده روح الاكسكيوشن مود، وبعد ما تروح الاكسكيوشن مود اضغط له رقم السطر، صح؟ ده حل. بس الطريقة دي يعني طويلة قوي، ممكن تقول له كده بس بسرعة جي جي، انا عندي ما كانش شغال لاني كنت مشغل اللغة عربية، فمعلش هحولها انجليزي. بص لي كده اهو الكيرزر واقف في اي مكان، قول له كده جي جي، بص ايه اللي حصل للكيرزر. طيب عايز تروح لاخر الملف اضغط جي كابيتال، ها ايه رايك؟ يبقى الدبل جي سمول بيعمل ايه؟ ها دبل جي سمول بيعمل ايه؟ بيروح لاول الملف، انما جي كابيتال ها بيروح لفين؟ بيروح لاخر الملف. واضحه الحكايه دي؟ طيب كلام جميل، تعال نعمل اندول كل الكلام اللي احنا عملناه ده. عايز اعمل ايه كمان يا سيدي؟ بص لي كده، انا عايز اسيرش على كلمه روت، خلاص عايز اسيرش على كلمه روت واعمل لها او على كلمه سينك وريبليس، واعمل لها ريبليس بكلمه تانية مثلا، او كلمه ميل واعمل لها ريبليس بكلمه تانية. طيب ازاي يا سيدي؟ ها ازاي اعمل كده؟ ازاي سيرش اصلا على كلمه واعمل لها سبستيوت كلمه، او ان انا اعمل سيرش بس كنت بقول له كده سلاش وبعد كده الكي وورد اللي انا بدور عليها، وليكن كي وورد زي سينك اهي. طيب طب انا عايز اعمل المره دي بقى سبستيوت، ممكن اقول له كده هروح للاكسكيوشن مود وهقول له اعمل لي سبستيوت كلمه سينك، شيلها لي وحط مكانها ها ريبليكيت. بص ايه اللي حصل لكلمه سينك اللي كانت موجوده هنا، ها ايه رايك؟ تعال اعمل اندو تاني اهو، اكسكلاميشن حطوا له علامه التعجب، بعد كده اس، اس معناها سبستيوت، ها سبستيوت كلمه سينك بكلمه ريبليكيت. باترن نوت فاوند، اسف 100% علامه 100% مش دولار ساين، معلش دي غلطه مني، دي غلطه مني انا، ماشي اهو شغاله اهي. طيب المشكله دي فيها حاجه بس، ان انا لو عايز اقول له ريبليس اول، لو عايز اقول له ريبليس اول هقول له ايه؟ اهو اكسكلاميشن، تعال اول اعمل اندو كده، عملت اندو، انا عايز ريبليس الثلاثه دول، ها الثلاث كلمات اللي اسمهم سينك ده مره واحده في خبطه واحده، ها اعمل لهم ريبليس ازاي؟ اعمل لهم ريبليس ازاي؟ اهو روح للاكسكيوشن مود وروح بعد كده لعلامه 100% دي وقول له اس سبستيوت كلمه سينك بكلمه ريبليكيت، وقول له كده جي جي معناها جلوبال، اعمل لها الحمد لله، اعمل لها يا سيدي ريبليس، ها او اعمل لها سبستيتيوت بالكلمه اللي اسمها ريبليكيت في الملف كله بالكامل. بص ايه اللي حصل، ها ايه رايك؟ وضحت؟ يرحمنا ويرحمكم يا سيدي. يبقى لو عايز تسيرش على كلمه سهله، طب لو عايز تعمل لها سبستيوت سهله، طب لو عايز سبستيوت كل الريزلتس اللي موجوده، تمام كده؟ طيب حاجة كمان،
انا عندي يا سيدي تعالى كده كيو كده، مش هسيب الملف ده ال اس عندي مثلا او كان في ملف اسمه فايل واحد، كان في ملف اسمه فايل واحد كده، كات فايل واحد. حلو جدا حلو جدا. فايل واحد ده كان فيه كلام، تعال نفتح تاني بقى بالفيم كده. انا عايز اقول له اقرا اللي في فايل واحد وحطه لي في المكان اللي الكيرزر واقف فيه. لسه هروح اخد اللي في فايل واحد كده كنترول ايه، ولا اخده كده كابي وبعد كده احطه في الملف ده؟ ايه ايه يا عم ده، قاعدين نضيع وقت. روح كده الاكسكيوشن مود وهقول له كده ار، ار معناها ريد، ريد الملف اللي اسمه فايل واحد. بص لي كده ايه اللي حصل، راح خد اللي في فايل واحد حطهولك في المكان اللي الكيرسر واقف فيه. ايه رايك؟ تعمل اندو اهي كمان مره، تروح الاكسكيوشن مود وقول له ار، ار معناها ريد، اعمل ريد. وريد لمين يا عم؟ فايل واحد. راح واخد اللي في فايل واحد حطه لك فين؟ في المكان اللي الكيرسر واقف فيه. وضحت؟ طيب اللي بعده، ممكن اقول له تعالى كده ايه 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 ايه. طيب ماشي، تعالى اعمل ريد كده تاني فايل واحد. عايز اقول له انا عايز اسيف كل الكلام ده بقى في ملف وليكن اللي كان عندي اسمه مش عارف باك اب مش عارف ايه. تعالى رايت الكلام ده في الملف اللي كان اسمه باك اب وورك، فاكره؟ طب دلوقتي ضرب معايا في مشكله، عارف ايه المشكله؟ بيقول لي اد اكسكليميشن تو اوفر رايت، عارف ايه المشكله؟ الملف ده اصلا كان موجود، الملف ده كان موجود. طيب وبعدين بقى، فالمفروض الملف ده ما كانش يبقى موجود. تعال اجرب معاك بطريقتين كده، بص لي كده ريد كده ملف اللي اسمه فايل واحد، وبعد ما عملت له ريد هعمل له ايه؟ رايت في ملف اسمه نيو فايل. مفيش عندي حاجه اسمها نيو فايل. بص قال لك ايه؟ قال لك ريتن. طيب كيو كده رايت وكود كده ال اس لس نيو فايل. اتكتب نيو فايل ولا لا؟ اتكتب اهو. طبعا ممكن تديله المسار، ايه المشكله يعني؟ اديله المسار يا عم، اديله المسار. تعال ارجع كده فين باسورد مره تانية، ادي الكلام اهو. عايز اقول له كمان المره دي ممكن اقول له كده رايت وحط لي الكلام ده في الملف اللي كان اسمه باك اب وورك. بص لي كده ايه اللي حصل، ايه رايك؟ وممكن اقول له كده كمان رايت اسف رايت اهون، لازم تحط اتنين او ما تحطش خالص، باك اب وورك. طيب ارجع لي بقى كده، ها باك اب وورك الكلام اتضاف لي ولا لا؟ ايه رايك؟ يبقى لو الملف كان موجود وعايز تضيف له موضوع سهل، لو الملف ما كانش موجود وعايز تكريته برضه الموضوع سهل. يا يعني ممكن تستخدم دبليو بس وبعد كده اسم الملف، او ممكن تقول له دبليو وبعد كده علامتين او العلامه بتاعت الابند اللي هو اتنين اكبر من خلاص، وبعد كده اسم ملف هيضيف على ملف كان موجود قبل كده. ماشي كده؟ وضحت الحكايه دي؟ وضحت؟ طيب ايه كمان ممكن اعمله؟ بص لي كده، من الحاجات اللي هي من الفروقات الممتازه بين الفاي والفيم، الفاي لو جيت افتح كده ملف اي تي سي مثلا اسمه بروفايل، الفاي مش بيلون، انما الفيم بيلون. بص كده، فهتلاقيك لو بتكتب كود ولا حاجه مدلعك دلع السنين، شايف؟ من الفروقات اللي بين الفاي والفيم ان الفاي مش بيلون،
لكن الفيم بيلون. طب لو انا عايز اقول للفيم ما تلونش، غلاسة كده يا عم، انا غلس يا عم، ها ممكن تقول له كده سينتاكس اون، او اسف سينتاكس اوف، عمل ايه؟ رجع كل حاجة زي ما هي كأنه فاي بالظبط. وممكن تقول له كده سينتاكس اون، بدأ يلون تاني. ها ايه رأيك؟ وضحت؟ ماشي؟ طيب كلام جميل. نرجع تاني للملف اللي احنا كنا بنلعب فيه. فيم كده الورك كده، اسف كان اسمه ايه؟ باسورد اهو. تعالى يا سيدي انا عايز اقول له راحت فين؟ اهو. حلو قوي. مش فاكر حد فيكم كان سأل من شوية لو انا عايز امسح من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهاية السطر. انا عايز امسح من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهاية السطر. ها. عايز امسح من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهاية السطر، اعمل ايه؟ كنت اقول له كده دي وبعد كده علامة الدولار ساين. دي وبعد كده علامة ايه؟ الدولار دي، الدولار ساين بتاعتك. وضحت؟ اندو رجع تاني اهو. طيب ايه تاني؟ لو عايز تقول له راح فين؟ اهون ماشي. بص عايز امسح من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد بداية السطر. دي زيرو. وصلت؟ يبقى لو جينا نترجمها كده بسرعة اهون، اهو يا سيدي. تعالى كده ناخد دي وبعد كده دولار ساين، هيمسح من المكان اللي الكيرزر فيه لحد نهاية السطر. ماشي؟ انما دي انما دي وبعد كده صفر، بيمسح من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد بداية السطر. ها في مشكلة كده؟ في مشكلة؟ اهو الكيرزر واقف، تعال وقف لك الكيرزر في اي مكان هنا كده وهقول له دي بعد كده صفر. ماشي؟ طيب اندو رجعت مرة تانية اهو. طيب ايه كمان يا سيدي؟ ايه كمان؟ حلو قوي. بص كده هروح للاكسكيوشن مود، هروح اكسكيوشن مود، عايز انفذ، عايز اعمل ايه؟ انفذ امر على الشل زي ال اس مثلا. يعني انا كنت بعدل في ملف وعايز ابص بسرعه اشوف اسماء الملفات اللي كانت موجوده عندي او النتيجه مثلا او الكالندر، لسه هقفل الملف وبعد كده انفذ الامر وبعد كده ارجع افتح الملف مره تانية. طب وليه تضييع الوقت ده يا عم؟ هقول لك. بص كده روح الاكسكيوشن مود وبعد كده اعمل العلامه دي اكسكليميشن وبعد كده الامر اللي عايز تنفذه. بص عمل ايه؟ راح مرجعك للشل، مخليك منفذ الامر، ها، ومستنيك بس تضغط انتر عشان ترجع الملف مره تانية، بدل ما يضيع لك وقتك تقفل الملف بعد كده تروح تنفذ الامر وبعد كده ترجع الملف تفتحه مره تانية. بمناسبة هو ما عدلش أي حاجة دلوقتي، ده هو راح نفذ بس على الشل ووراك الناتج ورجعت مرة تانية. وصلت؟ ها تمام كده؟ حد عنده أي مشكلة؟ أنا عارف إن الأوبشنز كتيرة في الأول بالنسبة لك، بس مع مع الاستخدام بشكل شبه يومي هتلاقيها بالنسبة لك بقت يعني خلاص شبه محفوظة يعني. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ حلو حلو قوي. بص جه المدير بتاعك قال لك اكتب لي تقرير، وانت او انت كنت بتكتب تقرير والمدير بتاعك راح داخل عليك كده زي الغفير وهوب راح قايل لك حط لي حالا دلوقتي الوقت في الملف اللي انت بتكتب فيه، حط لي الوقت الديت، نفذ لي الامر بتاع الديت وحطه لي في المكان اللي بتكتب فيه دلوقتي حالا. ها
تعمل ايه؟ والله عندك حل من اتنين، يا اما تقفل الملف وتروح تنفذ الامر اللي اسمه ديت وتقعد تكتب الكلام ده، او ترجع تاني تفتح الملف وتحطه في المكان اللي الكيرسر واقف فيه، او تروح عامل كده. بص عمل ايه؟ قلت له دوت اكسكلاميشن ديت، عارف عمل ايه؟ بقول له في المكان اللي الكيرسر واقف فيه روح نفذ الامر اللي اسمه ديت وحطه هناك. شفت عمل ايه؟ يبقى لو حددت له مكان محدد تنفذ امر فيه هيروح ياخد الامر ده وينفذه فين؟ في المكان ده. انما لو ما حددتلوش مكان، ها، بيرجعك للترمينال تنفذ الامر وبعد كده يعمل ايه؟ ترجع تاني للملف. وصلت؟ ها ماشي. اه ممكن تعمل كده كمان، تعالى كده. ممكن اقول له كده روح للاكسكيوشن مود دوت وبعد كده الامر اللي اسمه كان اهو، والله اهو راح جاب الكالندر حطها في المكان اللي الكيرسر واقف فيه. تمام كده، واضحه؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب شيء ممتاز. ايه كمان يا سيدي؟ حد لسه في نفسه حاجة؟ ازاي نريد ملف؟ ازاي نرايت لملف تاني خدناها؟ ازاي نعمل سبستيتيوت؟ ازاي نعمل سيرش؟ ازاي كابي تكست؟ في كميه اوبشنز رهيبه على فكره مع الفيم، يعني الفاي او الفيم في كميه اوبشنز رهيبه معاهم الاثنين. خلاص لدرجه والله العظيم انت هتلاقي كتب مكتوبه في الفيم، هتلاقي في كتب كده كامله موجوده في الفيم. خلاص ماشي، هننهي بقى الفيم ده، هننهي الفيم تمام كده، ونبدا ايه الموضوع الجديد اللي بعده ان شاء الله عشان ايه ما نضيعش وقت اكتر. بالمناسبه بس انا عايز اقول لك ان الفيم مش هتحبه ابدا ولا هتحس بقوته الا لما ايه، ها، اول حاجه لازم تتدرب عليه كويس جدا، لازم تتدرب عليه وتجرب الفرق بين الانسرت مود والكوماند مود والاكسكيوشن مود، ده اول واحد. اول حاجه. الحاجة التانية لما تبدأ تخش في الكونفيجريشن فايلز بقى وتبدأ تتعامل معاها بشكل يعني مش شبه يومي، كل دقيقة تقريبا بتستخدم الكونفيجريشن فايلز تتعامل معاها، هتلاقي الفيم ده بالنسبة لك يعني هو ايدك ورجلك، هو ده اللي بتستخدمه عشان تعمل كل حاجة. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب هنوقف الفيديو بتاع الفيم كده، الحمد لله يعتبر خلصنا الفيم بشكل كويس يعني. هنبدأ بعد كده إن شاء الله من أول التراك التاني دلوقتي حالا. تمام؟ طيب ممتاز.